لا، انا ضد هذا الشيء. دابا ملي كتكون صراعات عائليه كخصها تبقى عائليه، ما كاينلاش يعرفها كل شيء، حيت كما تنقولوا الخوت ولا العائله ولا الحباب كيتخاصموا ولكن كيكون الصلح، وهذا الشيء خصو يكون غير عائلي، ما كاينلاش يخرج قدام الناس. مع الاسف هذا الشيء زعما تيضر بزاف. انا شفت شي حوايج البارح واليوم، مع الاسف ما بغيتش عائله نقيه، عائله زوينه محترمه. انا اشتغلت في 89 مع الاخ ديالنا الفنان محمد الغاوي، انسان متخلق، انسان مربي، انسان ظريف بزاف بزاف بزاف. ومع الاسف انا ملي شفت شي حوايج اليوم ضروني، كان يبقى داك الشيء عائلي حسن، وتنتمنى الله يكون الصلح بيناتهم، لانه كيف ما كان الحال كيبقاو خوت وكتبقى عائله، ولكن باش يخرج هذا الشيء يشوفوا العالم مع الاسف. الله يهديهم. دي مسلسل مع المخرج هشام الجباري، الماضي لا يموت، فيه مجموعه من الفنانين اللي تبارك الله عندهم حضور قوي في الساحه الفنيه، كان الاستاذ رشيد الوالي، فاطمه خير، امين ناجي، عمر لطفي، احلام الزعيمي، واحد المجموعه ديال الفنانين اللي هما حاضرين في هذا المسلسل تحت الرئاسه ديال الاستاذ ديالنا هشام الجباري. تنشكرو من هذا المنبر. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.